تقول أنا أحلم بالمستقبل، إيش السبب؟ أي يصير؟ تكلمنا في مسرح الأحلام عن الموضوع، أنه في بعض الأشخاص عندهم اتصال بالأثير، يستطيعون أنهم يعني يلتقطون. تقول إيش عرفك أنه هو المستقبل؟ أكيد أنه لما صار عرفت. لو شلون؟ آية تقول أشعر بشعور غير مريح عندما أشتري نفسي شيء غالي، هل هي صدمة؟ في الغالب لا، بس أنه لما الطاقة ما تضبط، أنه أنت مو مطابقة مع الطاقة هذه، في الغالب لا، بس مو مطابقة الطاقة. أم صديقتي تتحسس منها لدرجة لا ترغب في سماع صوتها، وكل مناسبة تنتقدها على أتفه شيء وتنعتها أنها غير مؤدبة. قصدك على بنتها؟ يعني هي تنتقد بنتها؟ ترى التربية ما هي سهلة ولا هي بهينة، ويعني وارد تكون أم مثلا غاضبة تبغى تأنب، تكون أم خايفة تبدأ تخوف عيالها، كل هذا وارد. عشان كذا لازم يا جماعة نستعد لهالمرحلة. يعني إذا أنت تبغين تجيبين بيبي لازم تفكرين في الموضوع، تفكرين أنه أنت هل أنت مشاعريا عندك شعور جيد بحيث أنك تقدرين تربين هذا الطفل تربية جيدة. ولا يعني كلامي، قلتها في بوست قبل كم يوم، لا يعني كلامي أنه إحنا قاعدين نلوم الأمهات والأباء على القصة، لكن أوريدي مرحلة الطفولة مرحلة ما هي هينة، وأغلب صدماتنا ومشاكلنا جاية من الطفل الداخلي. عشان كذا عندك مسؤولية انه انت يعني قبل ما تكونين ام انه تفكرين انه انت واو ترى بتبنين جسد مشاعري وبتبنين جسد فكري وبتبنين جسد مادي. الام خصوصا الام وتبنين الجسد الطاقي، يعني مسؤولية صراحة مرة كبيرة على الام، مرة كبيرة. تخيل تجيك ام طفلة مليانة صدمات، كلها جروح، تعرضت لاغتصاب وتحرش وجلد وضرب وإهانة، وتشعر بالعار أنها امرأة وطفلة. وتجيب طفلة، وش توقع النتيجة؟ شو توقع النتيجة؟ وش بتعلمها؟ وش بتنقلها في الحياة؟ إيش عقد الأثير اللي بتعطيها؟ بتعطيها عار، أكيد بتعطيها عار. هذا هو شعورها عن المرأة، ما راح تقدر تحميها، ما راح تقدر تحميها. ممكن انه بنتها تتعرض لتحرش واغتصاب ولا تقدر تحميها. وش ممكن؟ كثير اشياء. لذلك انت كأم الان، انت ام وعندك اطفال، ابغى اقول لك نطف الداخل، كفاية استمرار لقصة الالم. وإذا أنت مش أم برضو أقولك نظفي، استعدادا لكونك أم، استعدادا للأمومة. مرات فعلا تشوفون أم طول الوقت وهي يعني مزاجها تعبان، طول الوقت مزاجها تعبان، نفسيتها تعبانة. وليه أعرف أنه الأمومة ضغط، يعني ما هو هين، ما هو سهل، بس يعني انك انت متورط وتورط ناس اخرين، ما ودك توصل هالمرحلة صراحة. وهي بعد البنت لازم تفهم انه امها تنتقدها على كل شيء، ما هو لانه الشيء هذا موضع نقد، لكن لانه الام هي عندها ازمة. يعني ما المفروض انه تفهم انت كل، يعني مثلا رحت الدورية مثلا، ولا رحت للديوانية، ولا رحت احد انتقدك، احد تكلم عليك، احد اهانك، احد ترى مو بالضروره انت فعلا انت فعلا غلطان. لازم تتذكر هذا الشيء طول الوقت. يعني مثلا فراشة المنفوشه فتحت لها اكاونت وقاعده تجلد وتسب في الناس، ترى مو بالضروره الناس غلطانين، لا، في احتمال كبير انه هي عندها ازمه، هي شخصيا الفراشة المنفوشه، هي تعيش مع طفلها الداخلي في ازمه كبيره. فهي طريقة تعبيرها عن الحياة. لا يعني انه زميلتك في الدوام قالت كلمة رديئة انك انت تصدقينها، لا، يمكن هي الطفلة
داخل الداخل يعني مفحط فيها وموريها القصة هذه، ويقود المركبة وغاضب ومج بلا 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 بلا. فبرضو احنا لازم دايما نلاحظ على شيء، حتى لو كنت اعتقدت انها امي وفاهمة وكذا، حتى امك عندها ظروفها، عندها ظروفها. يعني مرات الام تقول كلمة يعني كبيرة تقول اوف، يعني امي قالت لي هالكلمة، اقول طيب يعني ترى عندها مصايبها، ترى الطفل يتكلم، مو بالضرورة انها هي بوعيها انها تقول هالكلام لبنتها او تنتقد بنتها على شيء او تهين بنتها على شيء، لا، من الظرف اللي هي فيه ومن الطفل الداخلي اللي ما نضج جواتها. اوه غريبة. تقول بعد التنظيف كان شخص يعتقد انه محسود، وبعد التنظيف اكتشف انه هو حاسد. والله شوفي، يعني شخص، يعني اوكي، نقول للشخص انه يشكر شكرا جزيلا هذا الشخص على انه هو وصل لمرحلة الادراك انه هو قاعد يلعب اللعبة هذه. ها، قاعد يلعب ما بين غيرانة مني، انا غيران منهم. ففي نفس الدائرة نجر نفس الموضوع، لكن الشطارة انه انا قدرت الف. واو، كنت دايما وجهي كذا، قاعدة اشوف كذا، بس الان شفت كذا، واو، انا في نفس المسار، ظالم ومظلوم، قاعد العب في نفس المسار طول الوقت، حاسد محسود، قاعد العب في نفس المسار. فهذا يعني تطور في حالة الوعي، وحان الوقت انه احنا نكتفي. ها، طيب شو، ابغى اكلم المسلمين، فالفقرة للمسلمين فقط، للمسلمين العقلاء فقط، ابغى اكلم المسلمين العقلاء فقط. اوكي، في حديث الرسول يقول اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها. القيامة تقوم. اوكي، الرسول مو انت اللي ما تدري وين الله حاطك اصلا. الرسول يقول وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها. كمل شغلك. لا يجيك شخص لا يعرف ولا يفقه الاسلام ولا يفقه الدين ولا يعرف ما هو الدين اصلا يقول لك وقف شغلك. لا توقف شغلك، كمل شغلك، لانه هذه هي الطريقه الاسلاميه. اذا ما كنت مسلم عاد هذه قصه ثانيه. انا مسلمه وهذا منهجي. كمل شغل الى يوم القيامه. اوكي، حتى لو قامت يوم القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. عشان كذا اذا كان عندك نصيحه كشخص يهودي او شخص مسيحي او عندك تتبع لاي دين، احتفظ نصيحتك لنفسك، لان نصيحتك لا تعنيني. نصيحتك الدينيه في هذه الظروف لا تعنيني. انا سيده مسلمه ورسولي يقول هذا الكلام، يقول انه حتى لو قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. وكمل شغلك. ديننا دين العمل. اوكي، بنشتغل، لان هذا هو الاساس، هذه هي طريقه الحياه الاسلاميه. انت دينك اخر، احترم دينك. قد تكون يهودي وتدعو لفكره اخرى، قد تكون مسيحي وتدعو لطريقه حياه اخرى، احترم دينك، لكن نصيحتك احتفظ فيها لنفسك، ما تهمنا، احنا مسلمين وعارفين متفاهمين. ما نصيحتك في هذه اللحظه بالنسبة لك تنصح مسلمين، ما تفيدنا هذه النصيحة في هذه اللحظة وفي هذه الليلة المباركة، ما تفيدنا. وكل واحد في ثغرة، وكل واحد في جبهة، وكل واحد في مكان، وكل واحد يؤدي رسالته في هذه الحياة. إذا كنت ما تفهم هذا الموضوع مشكلتك، إذا كنت لست مسلم ما نبغى نصيحتك الدينية لنا في هذا الوقت. أوكي، فهمت. طيب، الحصان بعد التنظيف. على فكرة الحصان عنده روح الحماية، أوكي، بس ما أقدر أعتبره بمرتبة الكلب، يعني إلى حد، يعني راعي مهم ويقدم له الحماية
إلى حد كبير، لكن مو حد الموت، مو حد الموت. صدق؟ أوه ما دريت. يقول إنهم ما هم مسلمين، صدق؟ وارد صراحة. أنا قلت لكم الدنيا إحنا عايشين في دنيا عجيبة غريبة، ما أدري مين يقول، ليش يقول، كيف يقول، ما عاد تدري يعني، قصص كذا متداخلة على بعض. ممكن والله يشوهون صور المسلمين ويشوهون صور الفلسطينيين، ممكن، ما يعني ما أستبعد، ما أستبعد. صفا حبيبتي تقول هذه النية حطتني قدام تنظيف الجسد الفكري على عكس الآن الماضي مشاعري، هل يعني تطورت؟ بشكل عام ما دام أنت تشتغلين من العام الماضي أكيد أنك تطورتي يعني. قصدك أنه الآن حسيتي أنه أنت محتاجة أنك تنظفين الجسد الفكري، بينما الثانية راحت كنتي مشغولة أنك تنظفين الجسد المشاعري. إيه على فكرة ترى إحنا نحس أن حالة الطوارئ في الجسد المشاعري أكثر، يعني نحس انه اوه واو احنا خايفين، احنا غاضبين، احنا مرتبكين، بس ما نحس انه الفكرة اللي مؤمنين فيها غلط، المعتقد اللي احنا متورطين فيه غلط، ما نحس فيها. بينما نشوفه لو استعرضنا بشكل عام حجم الصدمات عند البشرية في الجسد الفكري اكثر، اشرحها بعدين هذه. بس احنا كأفراد نحس بالمشاعر انها مصدر الالم بالنسبه لنا اكثر. فانت لما كنستي 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 وراح الخوف وراح الغضب وراح الالم وراحت كل هذه الاشياء، اها انا متورطه بهذه الفكره، فبينت عندك، فبينت عندك. فهذا هو، هذا هو، هذا تطور بحد ذاته. معني الجسد المادي تاثر اي حتى انا، بس شوفي يعني دعوة للتنظيف ليش لا، يعني يمكن هذا وقت مناسب انه انت تاخذين بريك عن البرجر وال يعني والباستا وكذا، وتتفرغين لجسمك واللغويص كذا، يعني تكونين جادة تجاه الموضوع وتنظفي، ليش لا. لماذا اشعر بتعب وحزن في جسمي لما وضعت النية؟ Thank you. كل شخص راح تطلع له قصة على السطح، انت طلع لك الحزن، فاشتغلي على الحزن، اشتغلي على الحزن. سألتك عن بناء الكعبة، الله فيني خوف وطلع لي الغضب، good تطور. ويمكن بعد الأحداث كذا سوى الضغط وكثير ناس طلع غضبهم على السطح فساعد يعني، good العالم يتنظف. احنا في الخريف ها، افا عليك، مو بس البشر، الحيوانات والنباتات كله تنظيف، كله تنظيف. انا ام حديثة واضطريت الان اوقف تحقيق اهدافي، ولكن يلازمني شعور بالالم رغم حبي الشديد لطفلي. ما فهمت انتي ليش توقفين تحقيق اهدافك، قصدك عشان تتفرغين لطفلك او قصدك عشان تنظفين؟ اوكي يلازمني شعور بالالم انه انتي خليتي حلمك مثلا وخليتي اهدافك. على فكرة يعني ترى ممكن انك انتي تدمجين بينهم، يعني مو احنا نقول صحيح ان الام لازم تستعد، لازم تهتم بطفلها، بس لا يعني انه هي تنسى نفسها او تنسى، قد يكون عندها رسالة مهمة او قد يكون عندها دور او قد يكون، يعني ما المفروض انك تحسين بهذا الالم، ما المفروض. يا اما انتي تتركين شغلك او تتركين هدفك تشغلين مع طفلك وما تحسين بالالم، تقولين اوكي انا منسجمة مع القصة، او تقولين لا والله انا عندي الم ف أبغى أنسق الموضوع، ما المفروض تحسين بألم.